هسه اريد اعرف اسماء واحد من الفصائل اللي شاركت بعمليه التغييب خلال السنوات اللي فاتن. اللجنة أكدت بأن الأسماء المغيبة والمذكورة في القوائم هي أسماء صحيحة، وأنه تاريخ تغييبهم، هذا طبعا كلام اللجنة مو كلامنا إحنا، أنه تاريخ تغييبهم بعد تحرير المنطقة وبعد دخول الجيش والفصائل، حتى سموا الفصائل التي دخلت إلى منطقة السقلاوية بعد التحرير. أي فصيل؟ يعني اللي ذكر التقرير، نعم اللي ذكر التقرير كان من أكبر الفصائل اللي دخلت، كان فصيل بدر. بدر؟ تأكد بدر؟ نعم بدر، نعم متأكد. اللجنة قالت بأن الفصيل اللي دخل إلى السقلاوية كان فصيل بدر. من ضمنهم بدر، أنا ما عليه يقولون، ومعروفة بدر مال هادي العامري اللي يطلع يسولفنا عن جريمة المغيبين بالنظام السابق، بس هم يختلفون عن النظام السابق، واضح الاختلاف.